عليكم. اليوم جايب لكم شرح كيف تفتح الباب تلقائي بس تقرب منه، وهذا ممكن تستفيد منه كفخ او اذا انت بتلعب حياة واقعية براست. اشترك بالقناة. يلا خلونا نبدأ بالشرح. هاي الادوات اللي تحتاجها لتعمل هاي الطريقة: بطارية صغيرة، متوسطة، كبيرة، ما تفرق. 2 مفتاح عند 2 حساس، طاقة شمسية او رياحية ما تفرق، مفتاح اور، 2 موزع، 1 اداة تحكم الباب، وسلك الكهرباء. اول شي نحط الطاقة الشمسية على السقف، واهم شي تكون موجهة على الشمس. هلأ نحط البطارية وين ما بدك، انا راح احط كل شي بمكان واحد. هلأ نحط مفاتيح الآن جنب بعض بهذا الشكل. طبعا حاول أعمل نفسي مشان بعدين ما تتخربط. هلأ نحط مفتاح أور ويكون بعيد عنهم بس مشان ما نخربط. حط أداة تحكم الباب جنب الباب، وإذا أنت كمبيوتر حطه على الباب. طبعا لازم يكون الضوء أخضر، إذا مو أخضر فك قفل الباب واكبس لحتى ما يصير أخضر. لا تنسى ترجع تقفل الباب. هلأ نحط الحساس، حطه جنب الباب أو فوق ما يفرق، ومن الجهة الثانية من الباب. إذا أنت كمبيوتر راح تقدر تغير لون الأسلاك عبر حرف الآر. نوصل مخرج البطارية بمدخل الموزع الأول. هلأ واحد من المخارج على مدخل الموزع الثاني. مخرج الموزع الأول بمفتاح الأند الأول، ومخرج الأخير بالموزع مفتاح أند الثاني. هلأ مخرج مفتاح عند الأول بالحساس الأول، ومخرج الثاني من المفتاح عند الثاني مدخل الحساس الثاني. لازم أن أطلع قطر حطه. تمام، هلأ ندخل ونوصل الحساس بالكهرباء لأنه نحن بس وصلناه بالآن. وهلأ راح تسمع صوت تشويش، وهذا يعني انه اشتغل. هلأ المخرج الثاني من الموزع الثاني بالحساس الثاني. ارجع نطلع بدر وصله، بس تسمع الصوت خلاص وصلته بالكهرباء. نرجع ندخل لجوه. هلأ مدخل المفتاح عند الثاني مخرج مفتاح اور، ومدخل المفتاح عند الاول مخرج مفتاح اور الثاني. آخر شي نوصل مفتاح آند بأداة تحكم الباب، وهيك خلصنا. طيب رح تسألوني ليش ما اشتغل، خلوني اجيب بطرقة من الخزانة ثواني. هلأ نكبس على الحساس، وهون لازم نفهم انه باللون الاحمر يعني بس للاعداء او اللي ما عندهم خزانة الادوات راح يشتغل عليهم. هلأ اذا شلت نفسي من خزانة الادوات لازم يفتح الباب لانه راح يشوفني انه انا عدو، ومثل مو شايفين وبس اخذه راح يسكر الباب وما راح يرجع يفتح. مشان يفتح كمان للناس اللي اخذت خزانة الادوات فعل الخيار الاول، وهيك فتح معانا الباب. وهون نفس الشي، هلأ راح يفتح من الجهتين. إذا بدك تخليه فخ بطريقتك اعمله بس للأعداء، إذا بدك لكل الناس فعل الخيارين، وكمان إذا بدك يفتح للناس اللي عندهم خزانة الأدوات فعل بس الخيار الأول. طيب هلأ مثل مو شايفين ما عم يسكر الباب وأنا بعيد عنه لهالدرجة. طيب ليش ما عم يسكر؟ مشان نعرف الجواب لازم اشرح لكم كيف يشتغل حساس براست. الحساس يشتغل اذا كنت قريب منه على بعد 3.5 مربع بناء براست. لهذا السبب راح يظل فاتح الباب لانه هو لاقط اشارتك.
يعني هلأ إذا حطيت حائط أو أي شيء يمنع الإشارة رح يوقف الإشارة، وهيك ما رح يلقط شيء ويسكر الباب. آخر شيء معانا، إذا بدك تفعل هذا الشيء من خلال مفتاح، يعني إذا كبست يتفعل وإذا أرجع أكبس يرجع يسكر، يعني نعتبره مثل زر الضوء اللي بالبيت، بس أكبسه يشتغل الضوء وبس أرجع أكبسه يطفي الضوء. بس رح نعمله على هاي الطريقة، لازمك المفتاح، وإذا بدك تفعله من خلال موبايلك لازمك المفتاح الذكي. إذا لسه ما تعرف كيف تتحكم باللعبة من خلال موبايلك راح أترك لك شرح راست بلاس بالوصف. هلأ نحط المفتاح بمكان آمن لأنه أي شخص يوصل له راح يقدر يوقفه. أنا راح أحطه وين ما كان بس لأنه الشرح. مخرج مفتاح أور بمدخل المفتاح. هلأ مخرج المفتاح بأداة تحكم الباب. وهيك وصلنا نهاية الشرح. لا تنسى الاشتراك بالقناة. اذا ما فهمت نقطة معينة بالشرح اكتب لي اياها بالتعليقات لاقدر اشرح لك اياها بشكل تفصيلي اكثر. سلام.